الشيخ محمد الزغبي، الزغبي تي في نفسها. الزغبي تي في على اليوتيوب. جميل. تمام. طيب زكريا بطرس بقى نزل التكذيب يوم 1/6 يوم الثلاث، اللي هو يعني كان الشيخ كذب يوم السبت. اه الشيخ كذب يوم السبت. آه. زكريا نزل يوم الثلاث اهو قدامنا دلوقتي، اللي هو اخر ادي الموقع بتاعه. أيوة. هو اخر تحديث للموقع بتاع زكريا 1، والخبر هيظهر امامنا كمان 1 يونيو. صح كده. طيب يبقى احنا كده نقول ان 28 حصل الخبر، 29 تكذيب الشيخ محمد الزغبي تاني يوم مباشره، جميل، تاني يوم على طول يوم السبت. نزل الخبر 1/6. جميل جدا. رشيد طلع قال ان الشيخ الزغبي كذب بعد ما ايه زكريا اعلن. وفي نقطه مهمه، اتفضل. التسجيل اللي هم ذاعوه على القناه عندهم الشيخ نفسه كان بيقول ان احنا نصدق حتى لو مع ألد اعدائنا. هم شالوا الجزء ده ليه؟ شالوا الجزء الاولاني. شالوا ليه؟ لا شالوا ليه الحته دي؟ كان الحته دي كلام مباشره. اه ليه شالوها؟ آه. طبعا شالوها عشان ما يوضحوش ان المسلمين عندهم صدق. وانا هسال سؤال تاني، هو زكريا بطرس مستني 6 ايام او 7 ايام عشان يعرف اخته عندها بنت ولا لا؟ يعني هو مستني 6 ايام عشان يعمل تكذيب؟ ما بعت لها فاكس تقريبا. ممكن. طيب احنا كده وضحنا موضوع خبر بتاع اسلام بنت اخت زكريا بطرس، ولا يفرق معانا اسلامها اذا كانت موجوده او مش موجوده حتى. الفكره ان احنا بس عايزين نوضح ان رشيد كذب على المسيحيين للمره الثالثه والرابعه، ان هو بيقول ان الشيخ محمد الزغبي كذب بعد ما زكريا بطرس اعلن. طبعا الكلام ده بادله وتوضيح باند. ليه يا استاذ رشيد بتكذب؟ هل بتكذب ليزداد مجد الله عندك؟ هل ده طبيعي عندكم ان انتوا تكذبوا؟ يعني هل ده شيء طبيعي بالنسبه لك ان انت تطلع تقول ان الشيخ الزغبي كذب بعد ما زكريا بطرس كذب، مع العلم ان الشيخ الزغبي نزل التكذيب قبلها بيومين او 3 ايام تقريبا؟ طيب. طبعا ده سؤال ليك، نتمنى ان احنا نتمنى ان هو يجاوب الحلقه الجايه لو عامل حلقه ثانيه. طيب استاذ معاذ، موضوع اتكلم عليه رشيد سريعا كده وقال لك ان الشيخ محمد عنده نسخ منسوخ والفيديو ده نسخ ومنسوخ، وموضوع بتاع النسخ ومنسوخ ايه موضوع النسخ منسوخ في المسيحية بقى؟ هو موضوع النسخ ومنسوخ بكل بساطة، هو بيقول ان الشيخ بيغير كلامه، او بيرجع في كلامه، انا همسك في الكلمة دي، بيرجع في كلامه ماشي، وهم عندهم نسخ ومنسوخ. احنا عارفين النسخ ومنسوخ عندنا ايه هو، والكثير من العلماء ردوا على الموضوع ده، انما المشكلة دلوقتي احنا عندنا حاجة، دلوقتي سيدنا ابراهيم ربنا امره بذبح ابنه، سواء اسماعيل عندنا او اسحاق عنده. تمام؟ مين اللي قاله ما تذبحوش؟ ربنا. جميل. طيب ده عندنا يعني ربنا نزل شيء ويعني كامتحان لسيدنا ابراهيم، انما عندهم رجع في كلامه. مين اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده مش انا. جميل. اللي بيقول الكلام ده الاب متى المسكين، كتاب في كتاب ليه اسمه نبوة الانبياء في العهد القديم. بيقول ممكن تثبته تاني معلش كده يا معاذ عشان بس الناس تشوف الغلاف. طبعا الكتاب ده معروف جدا جدا عند كثير من النصارى، اب متى المسكين احد اباء الكنيسه القبطيه. نعم. فبيقول هو على فكره كان قمص وكان مرشح للبابويه. فبيقول ايه؟ وقدم ابن اسحاق كذبيحه ورفع السكين. هو بقى بيقول ان اسحاق على صفحه كام؟ صفحه 73. جميل. ورفع السكين هيذبح ابنه لولا ان الله نفسه هو الذي رجع في هو الذي رجع في كلامه. رجع الشيخ محمد الزغبي في كلامه. استنى عيد معلش الحته دي. جميل. لولا ان الله نفسه هو الذي رجع في كلامه. يعني الوب عند معتقد رشيد ووحيد رجع في كلامه. اه طيب نشوف مرجع تاني. يا ريت نشوف مرجع تاني. ده كتاب اسمه اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر. جميل. ده كاثوليكي. ده مرجع كاثوليكي. يعني معنى مرجع ارثوذكسي بس كاثوليكي. احنا مش هنقول بقى طوائف عشان ما احنا مش عارفين رشيد ووحيد ايه، بس مش مشكله. يعني نقول مرجع ارثوذكسي وادي واحد كاثوليكي كمان. فبيقول في صفحه 62 اسم الكتاب اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر الاب سليم بوسترز في الجزء الاول. تمام. فبيقول ايه؟ هو المسيح كان بيقول ايه في انجيل متى 5:17؟ ما جئت لا تظن اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. جميل. صح. طيب نشوف كلام الاب بيقول ايه. بيقول ايه؟ اما في العهد الجديد فالله ليس اله الناموس بل اله النعمه، وهذا ما اظهره يسوع في عمله وفي تعليمه، فنراه ينقض الناموس. مين ينقض الناموس؟ يسوع اللي كان بيقول انا مش هنقض، ما هو نقض اهو. جميل. وبقى جايب ادله. فنراه ينقض الناموس ليجري الاشفياء يوم السبت. طيب فيشفي اليابس اليد في متى 12 من 1-14، والمراه الحباء في لوقا 13:10-17، ويرفض ان تطبق الشريعه شريعه موسى القائله برجم الزانيه ويستبدلها بالرحمه، اللي هي قصه المراه الزانيه اللي موجوده في انجيل يوحنا 8:1-11. خليني اسالك سؤال يا معاذ بقى. اتفضل. الموضوع كده نقض السبت ده اسمه ايه؟
ده شيء كان موجود وهو غيره. دي اسمه ايه بقى؟ نسميه نسخ، بس احنا مش عايزين نفتري. طيب. نشوف الكتاب بيقول ايه؟ في تاني؟ في نص بقى صريح. قول بقى في رسالة العبرانيين بيقول لك ايه؟ رسالة العبرانيين الاصحاح السابع العدد 18 و19. وهكذا، انا عايز رشيد يركز في الكلام ده، هو بيتريق على النسخ والمنسوخ في الاسلام، ركز يا رشيد. وهكذا نسخت، النص موجود اهو في الترجمة اليسوعية والترجمة الكاثوليكية. وهكذا نسخت، نسخت باللفظ الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها. معاذ عايز اسالك سؤال. اتفضل. ده لو دل ان وحيد ورشيد ايه؟ اولا ما يعرفوش شيء. جميل. تاني ما يعرفوش شيء في المسيحية ولا في الاسلام، هم اصلا مش فاهمين يعني ايه نسخ ومنسوخ في الاسلام يعني. جميل. ماشي؟ ولا يعرفوا شيء في المسيحية. ولا اصلا يعني لما طلعوا هم طالعين كتريقة. مش طالعين رد اكاديمي محترم. هم مش طالعين يردوا. تعال نقول اجبروا على ان هم يطلعوا. ما احنا قلنا في الاول يا مصيركم هيبقى مسيح زكريا هيطردوا كده. يعني ايه بيحافظوا على امه عيشه. نعم. هم طالعين عشان ما يحصلش مشكله ان هو يقول لهم ايه، لا طب اطلعوا بقى قولوا اي حاجه، بس المهم اطلعوا تقولوا عشان ايه يتقال. ان هم سبوا قد ايه؟ سبوا حوالي 3 اشهر. 3 اشهر من بدايه حلقات الشيخ محمد زغبي. تخيل احنا لو كانوا قاعدين بيجهزوا وطالع يقول النسخ والمنسوخ وما يعرفش ان في الكتاب ده في مفاجاه ثانيه هنقولها دلوقتي. في مفاجاه هنقولها ثانيه دلوقتي، ان هم بيردوا على الحلقه الاولى وبيقولوا ان هو ما ردش على موضوع نسب النبي صلى الله عليه وسلم وترد عليه في الحلقه الثالثه. والمشكله ان وحيد نفسه طالع بيقول الشيخ الزهبي لم يستخدم ولا مرجع واحد مسيحي. مع ان الشيخ الزهبي يعني مستخدم صراحه تفسير الكتاب المقدس للمؤمن وتفسير التفسير اللي هو بتاع الكنيسه، كنيسه ماري مرقص. حصل لخبطه بينهم حتى يقولوا لا استخدموا، استخدم تفسير واحد. طب ما هو مستخدم 3 مراجع كمان، اللي هو كتاب حكايه محرمه. أيوة. بتاع جونسان كريتش، واللي هم قعدوا برضه اتلخبطوا هو ايه، ملحد ولا مسيحي ولا يهودي. هو كاتب امريكي وقال يهودي، حتى لو كان ملحد المهم الكلام بتاعه صحيح ولا لا يا رشيد. طيب احنا عندنا كمان تسجيل، بس مش عارف هو جاهز ولا لا، ان شاء الله يكون جاهز معانا. ان الانبا شنودة نفسه بيقول لك ان الله غير وصيه السبت، يعني هو نفسه الله سبحانه وتعالى غير الوصيه بتاعت السبت الى الاحد. والانبا بشوي برضه نفس الكلام بالنسبه للطلاق. معظم الطلاق كان موجود في العهد القديم. بالظبط. سمعت النقل. والتعدد كان موجود في العهد القديم. كان موجود، الانبياء كانوا بيعددوا. واكل لحم الخنزير كان محرم. وحلل في اعمال الرسل تقريبا 10 10، اللي هي قصه بطرس. حلل حاجات كتير. أتمنى يعني رشيد يكون سامعني ويعرف يرد على الكلام ده كله. هل فعلا في نسخ او في ناسخ ومنسوخ في الكتاب المقدس عندك، ولا هو موجود بس ان انت تطلع وتقول للناس ده الناس النسخ ومنسوخ عند الشيخ محمد الزغبي ولا اخوه؟ طيب سريعا كده نخش على الاخطاء اللي مسكوها او هم تهيئوا ومسكوها فحصل كده عندهم كده، يعني يحس ان هو ما شافش الحلقه، شاف اللي هو قالوا له، زي بيقولوا قالوا له هو قالوا له، ان هم ما سمعوش الحلقه. بالظبط. اول خطا مسكوا كده وقال لك ده خطا عند الشيخ الزغبي، موضوع اورشليم 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 اورشليم. ايه موضوع اورشليم؟ احنا كان في فاصل معانا، مش عارف اذا كان جاهز برضو ولا لا، اللي هو بتاع البابا شنودة. يعني انا مش عارف بصراحه بيعترض على اساس ايه. هو بيعترض على شيء البابا شنودة بينطقها بنفس النطق اللي قراه الشيخ محمد الزغبي. ويجي طالع بيقول لك ده ما فيش عيل مسيحي ما يعرفش ان اسمها اورشليم. طب ما هو البابا شنودة بيقولها بنفس الطريقه، الشيخ الزغبي بقى واخدها من الشيخ من البابا شنودة يعني. يعني هو ناقل عنه. فانت بتعترض على اساس ايه؟ فكره الالفاظ او فكره الاسماء المعربه، هل دي مشكله؟ يعني في فرق مثلا ان احنا مثلا زكريا بطرس بيطلع كده اسم عربي زي الجوزي مثلا، يقول لك الجوزي او موطا مالك او حزيفة. او حذيفه او شوكاني. اصلا زكريا بطرس تعليمه عربي ودراسته عربيه، والمفروض ان هو 50 سنه مصري، والمفروض 50 سنه دارس في الاسلام وما سابش ولا كتاب معوش، حتى يعني قرا كل الكتب يعني. ففكره ان زكريا بطرس طلع يغلط في الجوزي والشوكاني وحذيفه وموطا مالك وحاجات تيجي دلوقتي وهو اخوه، فكره الاسماء المعربه نفسها، ان احنا اصلا عارفين ان يوحنا فم الذهب ومحنة ذهبي الفم، فكره كونسوس كلمه يونانيه المعربه، الاسماء المعربه الفاندايك الفانديك او اخوه، الاسماء المعربه دي هل فيها مشكله في النطق؟ يعني ممكن انت تنطقها بشيء وانا انطق بشيء طالما هي مش مشكله او طالما هي مش لغه عربيه. بس اوجه رساله لرشيد، يا رشيد انا عايزك الحلقه الجايه تطلع تنطق لي اسم اورشليم باليوناني. عايزك حضرتك كده تغشه من اي حد وتشوفه باليوناني بيتنطق ازاي، هو هيعرف الرد على السؤال ده. في فرق لما يكون اسم هو اصلا مش عربي.
ماشي وترجم الى العربيه او بينطق في العربيه، وفي فرق لما يكون اسم عربي، وده الفرق ما بين الشيخ الزوجي طبعا وبين زكريا بطرس. ماشي، الشيخ الزوجي بينطق الكلمات اللي هم بينطقوها، انا مش بقول طبعا الشيخ الزوجي غلط في نطق كلمات او كده، وان كان فده شيء طبيعي. زي مثلا انت بتقول العذراء، منتشر عندنا في مصر العذرة، العذرة، العذرة دي معروف اسمها معناها ايه؟ العذرة، اه كلمة ويقول لك العذرة. العذرة مريم، والعذرة مريم، حتى في حلفان عندهم يقول لك والعذرة مريم، هي اسمها العذراء، بس هي الفكرة النطق هتطلع تقول لك لما حد يقول مسيحي العذرة، هل تفرق معاه؟ طيب ننطلع النقطة بسرعة كده تانية، موضوع نسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليه رشيد ان الشيخ محمد الزغبي لم يرد على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وده دليل واضح على ان اصلا رشيد ما شافش الحلقات اللي الشيخ الزغبي